كلمة مسيحي للسخرية. كلمة مسيحي ذكرت في ثلاث مواقع في العهد الجديد. المرة الأولى ذكرت في أعمال الرسل إصحاح 11 آية 26، مكتوب: ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا. أولا، أنطاكيا سوريا كانت بلد عظيمة جدا، مزدهرة جدا، فيها شعوب مختلطة من اليونانيين واليهود، من يهود وأمم، من خلفيات، من حضارات، من لغات كثيرة، من جنسيات مختلفة، من سلالات، من لغات، وهكذا ميلتينج بوت، يعني بلد كبيرة بيشتهر عنها التسامح، لدرجة أنه استقبلت كل المضطهدين من أورشليم اللي راحوا لمنطقة أنطاكيا. في نفس الوقت أنطاكيا ابتدى فيها برنامج بولس خدمة عظيمة جدا، وأكثر من سنة كان يعلمه بالكتاب المقدس. فأنطاكيا مش بس كانت بلد للتسامح الديني، ولكن أيضا كانت مركز الإرساليات. من هناك انطلق بولس الرسول ووصل إلى كل أنحاء العالم من المركز التبشيري. ولكن هذه الجملة التي قيلت في أنطاكيا هي يعني من الناس الآخرين قالوها عن المسيحيين، قيلت للتعيير، مجرد اسم للخزي أو العار، وأحيانا تستخدم للتهكم والتعيير، يعني هدول جماعة المسيحيين، المسيحيين من لغتها الأصلية اللي بيتبعوا كريستوس، اللي هو كرايست، المسيح الممسوح من الله. مع أنه كانت مركز جغرافي أو استراتيجي مهم جدا للذين هربوا من الاضطهاد، ولكن برضو بتشوف في ناس اللي بتتهكم، وأنه بتنادي أو بتنعت في كل أنواع المسميات. لكن بالنسبة للمسيحيين طبعا يعني بالعكس، أخذوا هذا الاسم وكان رمز افتخار واعتزاز أن يكونوا منتسبين وأن يكونوا تابعين للطريق. الناس استخدمته للتعيير، وأحيانا في مسميات أخرى كانوا يقولون مثلا جماعة الناصريين، يعني اللي بيتبعوا الناصري يسوع الناصري، وبعض الأسماء الأخرى الجماعات، هؤلاء الجماعات، أو في اصطلاح آخر استخدم الشيعة، هؤلاء الشيعة أو شيعة الناصريين، ومرات كان بيستخدم كلمة الطريق. لكن بالنسبة للمسيحيين كانوا بيسموا أنفسهم التلاميذ أو القديسين أو الإخوة. طبعا في مسميات كثيرة للكنيسة، لكن هذه الاصطلاحات اللي كان بعبر فيها المؤمن للمؤمن الآخر، قديس، أخ أو أخت، وهكذا أحبائي. فإذا هذا الاسم يعني يطلق كان على المسيحيين للتهكم. مرة تانية يستخدم هذا الاسم بولس الرسول، كان يستجوب من الملك أغرباس الثاني في قيصرية مراتيمة، قصارية على البحر الأبيض المتوسط. ولأنه بولس عنده جنسية رومانية رفع دعوة لقيصر، فحب أغرباس الثاني يسمع شهادة بولس والاستجواب، استجواب بولس. فبولس استخدم هاي الفرصة انه يتكلم عن اختباره، كيف تقابل مع يسوع الناصري على الطريق الى دمشق، وان الرب يسوع قال له لشاول الطرسوسي: لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس، والان قم على رجليك. من اجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر به لك، منقذا إياك من الشعب، يعني من اليهود، ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله،
كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. واستمر في أعمال 26 آية 19 قال: ومن ثم أيها الملك أغرباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم وكل اليهودية شاهدا للصغير والكبير. وهكذا ابتدى يستخدم هذه الفرصة بدل أن يدافع عن نفسه أنه يتكلم أمام الملك أغرباس باختباره كيف أصبح مؤمن بالمسيح يسوع. لكن في أعمال 26 قال هذه العبارة أغرباس بقليل، يعني بشوية كلمات، أبقليل بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. يعني قيلت للمرة الثانية كمان مرة بشكل تهكمي على بولس الرسول، إنه بولس عم بيشهد، لكن استمر بولس قائلا يعني كنت بتمنى إنه يعني مش بس أنت، كل الحاضرين يكونوا كما أنا ما خلى هذه القيود. فهذه المرة الثانية الملك أغرباس برضو استخدم التعبير بشكل تهكمي عندما دافع بولس الرسول عن نفسه. والمرة الثالثة أو في الموقع الثالث ذكرت في بطرس الأولى إصحاح 4 من آية 14، واسمح لي أن أقرأ من كلمة الرب. إصحاح 4 من آية 14 إلى 16: إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم. أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي. لاحظ بطرس شو بقول، ولكن إن كان كمسيحي، يعني شو بقول عنكم أنتوا المسيحيين، فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. يعني بكلمات أخرى عم بشجع ضد الاضطهاد، والاضطهاد كان موجه ضد فئة، ضد شريحة معينة من المجتمع، هؤلاء المسيحيين. برضو قيلت بشكل تهكمي، فبطرس أخذ الكلمة نفسها وقال فلا يخجل، يعني إن كان كمسيحي، إذا بقولوا عنك مسيحي فليكن، نحن أتباع يسوع المسيح. فإذا عم بشجع رغم الاضطهاد الشرس ضد المسيحيين، افتخر بالمسيح، لا تنكر المسيح. وعلى فكرة هكذا انتشرت الكنيسة الأولى. أوليس عجبا أحبائي، التاريخ يعيد نفسه، إنه حتى في يومنا هذا كلمة مسيحي هل صارت للسخرية؟ البعض بسمينا هؤلاء النصارى. طب ما احنا بعدين كل البعد عن فئة النصارى، بينعتونا بكل أنواع الكلمات. مش عاوز أستخدم الكلمات اللي بيستخدموها أحيانا مثل كلمات هؤلاء الكفرة والزنادقة، لكن جماعة النصارى. وبتعرفوا الأغرب إنه مرات المسيحيين إحنا منضطهد بعض. أنا كنت رايح لمناسبة، وتخيلوا رجل دين لما شافني عم بيحكي بشكل تهكمي مع الناس، بقول ما هو نزار شاهين من جماعة البورن أجين، جماعة المولودين ثانية أو مرة أخرى، وكأنه صارت شتيمي إنه كلمات المسيح اللي قالها الحق أقول لكم أو ينبغي أن تولدوا من فوق، أصبحت الكلمة بعيرونا فيها. وآخرون أحباء بينعتونا أنتوا جماعة شهود يهوى، أنتوا جماعة يعني ما بتعبدوا العذراء، وإلى كلمات كثيرة، وكأنه الشيء يعني الصحيح الكتابي اللي منفتخر فيه
هو أصبح مدعاة إنه للسخرية، إنه جماعة المؤمنين سواء من غير المسيحيين وكتير مرات من المسيحيين، عدا عن الحكومات والديانات وعدا عن الإلحاد، يعني اللي بينعتنا وبسمينا كل أنواع التسميات. قال يسوع: طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. تعرف حبائي، احنا منحب الجميع، منحب الكل، واذا في اي اصطلاح اللي هو اصطلاح كتابي ننعت فيه، هذا مدعاة للفخر. الناس ليش بتلبس الصليب اليوم؟ لانه بتفتخر بالصليب، والصليب اللي هو كان رمز عار والموت في ايام الرومان صار بالنسبة للمؤمن المسيحي افتخار، بيفتخر انه يلبس الصليب. لكن اذا ما اختبر قوة الصليب او عمل الصليب فما الداعي؟ والمسيحية ليست مجرد وراثة منتورثها عن الاباء والاجداد، مع انه هذا شيء جميل انك تولد يعني كمسيحي، ولكن اذا ما اختبرت يسوع المسيح فاذا ما المنفعة؟ تعرف حبائي، انا عشت في الأراضي المقدسة، في الناصرة، بقانا، بحيرة طبرية، سكنت في القدس 6 سنوات وشفت مواقع كتيرة. لكن شو النفع إذا واحد عايش في بلد المسيح ولا يعرف المسيح بل يضطهد المسيح؟ يعني الرب يسوع قال لشاول الطرسوس: لماذا تضطهدني؟ يعني عم بيضطهد أتباع المسيح، عم بيضطهد المسيح مباشرة. لكن عاوز أقول في هذه المرات اللي قيلت كلمة المسيحي بشكل تعيير أو بشكل تهكمي أو مدعاة للسخرية، هو بالنسبة إلنا افتخار، فنحن فعلا جماعة المسيحيين نتبع يسوع المسيح. في جماعة بقولوا لنا نصارى، وفي جماعة تانيين يهود أو فئة من اليهود اللي بيقولوا عن المسيحيين جماعة يشو، يعني حتى بقولوش كل الكلمة يشوع اللي هو يسوع باللغة العربية، بيستخدموا 3 أحرف، يعني يمخي يمخاش موف زخرو، يمحى اسمه وذكره. تصور بينعتونا، يعني واحد عم بينادى عليك وبيحكي معاك بشكل عادي بس بيستخدم تسمية اللي هي إهانة لإلك، وواحد تاني بقولك انت نصراني بسمي تسمية اللي هي إهانة لإلك. على أي حال، المسيح فيا، وانه المسيح انا بفتخر انه انا مسيح وتابع ليسوع المسيح بغض النظر شو المسميات. عاوز اشجع المؤمنين: افتخر باسم يسوع المسيح، اشهد عن يسوع، لكن اعكس يسوع. اذا انت مسيحي لا تكون نصاب ولا تكون دجال ولا تكون محتال، كون مسيحي حقيقي اللي بتعكس طبيعة يسوع المسيح في حياتك. فبتمنى كل اللي بينعتونا بمسميات أو بأسماء، جرب تسأل سؤال تاني: هو ليه الاسم اللي بيستخدم مثلا في كلمة مسيحي؟ وحاول تعرف الناس ليه بتآمن في يسوع المسيح بدون ما أنك تضرب كلمات، لأنه أسهل وسيلة أنك تدافع عن نفسك أنك ترمي كلمات كفرة وكلمات بتنعت، يعني كل أنواع الكلمات، لأنه مش عاوز تهتم بأبديتك ومش عاوز تصرف ولو نص ساعة بس تسأل السؤال ليه بآمنه في هذا الشخص. أنا بصلي اليوم إنه المسيح فعلا يفتح عينيك ويكشف عن قلبك ويعلن ذاته لإلك، تختبر محبة المسيح، غفران المسيح، قوة المسيح، بل تختبر الحياة الأبدية. كل ما عليك تيجي مثل ما أنت تقول له: يا رب ارحمني أنا الخاطئ. هاي أسرع طلبة صلاة المسيح بيستجيبها. على فكرة بحب أسمع، إذا في عندك تعليقات تانية فيك تكتب لنا وشارك هذا التأمل. الرب يباركك.